المتعلقين يعشقون هذا الشعار. المركز الثاني ايضا قادمة بكل قوة الشاينية لسمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث هملولة بشعار هجن الرئاسة مع سعيد بن شطيط. الوهيب يعود الى مقدمة الشوط مع المركز الاول. ما زالت هملولة وما زال هذا الشعار يردد ويردد ويردد ويكتب في سماء الوثبة بل يكتب في سماء الخليج ما حبنا. المركز التالي الاول اموت وحيابة ها هو حال لسان هذا الشعار مع الشاطر الشامخ القوة العاشرة بنه القوة العاشرة والشامخ فيظل الشاطر. تهانينا لسعيد بن شطيط الوهيبي ولهجن الرئاسة اولا على هذا الفوز. مع الخمسمائة متر الاخيرة هملولة لهجن الرئاسة هملولة على الصدارة سعيد بن شطيط الوهيبي. المتابع هناك ابو محمد اشكرك اشكرك على هذا الاداء الجميل ما شاء الله تبارك الله اداء هملولي مميز الشعار الاحمر الشعار الخطر هناك مع مقدمة الشوط. شاهد يلي بتشاهد وتابع يلي بتتابع من القادم هناك هملولة هملولة قادمة بكل قوة لهجن الرئاسة الشاطر الشاطر المبدع هنا الشاطر مع المقدمة مع المركز الاول والثاني. الله 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 اشكرك اشكرك ابصم لك بالعشر ما شاء الله تبارك الله. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة والتهنية لسعيد بن شطيط الوهيبي على فوز هملولة وهملولة. المركز الثالث بالرشيد. الخطورة هنا من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد من سعيد المكتوم مع الخطير والموقف خطير يا بن شطيط الموقف خطير ولكن هملول هملول الله 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 هملول وهملول 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 ولكن شاهين شاهين الله هملول ينطلق هملول لهجن الرئاسة انطلق بهذه اللحظات وشاهين شاهين هنا يحاول في هذه اللحظات ولكن العاشق للناموس دائما هنا هجن الرئاسة هملول تهانينا والناموس لهجن الرئاسة على فوز هملول بالمركز الاول والثاني. تهانينا والناموس لهذا الشعار الكبير التهنئة تنقل لسعيد بن شطيط رهيبي المركز وسعيد بن شطيط الوهيبي الشاطر من ياتي بهملول وبهذا الاداء المميز الاداء الجميل الترس في ثاني المراكز لهجن الرئاسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري في ثالث المراكز ارى الرقاص لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد ولكن بعود مع هملول هملول على المقدمة على الانطلاق الاول على الصدارة لهجن الرئاسة وسعيد بن شطيط الوهيبي الشاطر من يرافق هذا الشعار بالنصر والانتصار في هذا الشوط وبالعز والاعتزاز بناموس هملول لهجن الرئاسة. تهانينا والناموس الى هجن الرئاسة وتهانينا الى الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي لحظات الوصول الى خط النهاية معلن الفوز والناموس. قادمة لا محالة اللون الاحمر يسيطر على الثلاث المراكز الاولى الشعار لهجن الرئاسة باختلاف المضمرين باختلاف العمالقة الكبار راشد بن محمد بالسم المنصوري سعيد بن شطيط الوهيبي محمد بن مبارك المهيري الله يا المنافسة الله يا اللون الاحمر الله يا العشق الله يا دار زايد كيف محلاها يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيها مع هذا اللون لون الغرام لون العشق لون الحب. تهانينا لك يا المستحيل تهانينا لك يا الشاطر تهانينا يا مضمر نشوان تهانينا للعمالقة الكبار تهانينا لهجن الرئاسة. مشاهدينا الكرام على هذا الفوز الجميل والتوق محمد بسم المنصوري هنا هملولة وهنا مرموقة مرموقة وصلت على المركز الثالث لهجن الرئاسة محمد بن مبارك المهيري الله 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 الأربعمائة متر الأخيرة النهائية ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء. بدأ يسيطر الشعار الأحمر على مقدمة الشوط شديدة شديدة هناك غيرت الأمور وأثبتت بأنها هي أيضا في مقدمة هذا الشوط شديدة على صدارة الشوط لهجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري هملولة على المركز الثاني لهجن الرئاسة سعيد بن شطيط الوهيبي. إذا خط النهاية هنا يرحب أجمل الترحيب مع شديدة تهانينا والناموس لهجن الرئاسة المركز الأول والخامس شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يا سلام شاهين على المقدمة شاهين على الصدارة الـ400 متر الأخيرة عن نهاية الشوط
الأربعمائة متر الأخيرة عن الختام، عن الناموس، عن الفوز. شاهين ينطلق، شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. التهنئة تنقل وتزف للخطير المتابع الدائم لهذا الشعار أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز هو من يرافقونك، ينطلق كل الانطلاق، ينفرد كل الانفراد عن بقية المراكز، معلن الفوز، معلن الناموس. حتى هذه اللحظات اللي هو نجد لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد مختار أحمد من يتولى عملية التدريب والتومير. يا سلام، أداء جميل والعروض ممتازة. 200 متر الأخيرة التي تفصلنا عن خط النهاية وعن وصول نجد إلى خط النهاية، معلن الفوز، معلن الناموس. تهانينا والناموس لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد، وتهانينا لمختار أحمد على هذا الأداء المميز. المركز الثاني والثالث هملول لهجن الرياسة. هاد بن سعد الأحبابي. المركز الرابع شودة لهجن الرياسة، عيسى بن سعيد الخيالي. إذا الأربع المراكز الأولى مع اللون الأحمر، مع لون الخطر، مع اللون الساحر في العالم الساحر. سحرت القلوب فأخذت العيون، حتى العيون اللي بتتابع بوظبي تذهب مع هذا الشعار، ويا بخت العيون اللي بتسحرها مع المركز الأول. مشاهدين الكرام، ريم يا الريم، ريم الفلا، ريم 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 مع المركز الأول ليقدم لنا هذا الشعار، هذا الاسم الغنيم. ريم مع المركز الأول، تهانينا لهجن الرياسة. شكرا بذيابي المنصوري. المركز الجانب الآخر نشوة لسمو الشيخ راشد مسعود المعلى، سالم بخلفان بشاوي الأغفل. يا الله 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 الله، بدأنا في جولة الأوامر، جولة الأوامر النهائية، جولة الخطر. حرك هي اللي بيحرك. هناك ليالي غيرت، ليالي غيرت، ليالي انتزعت المركز الأول لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد، مختار بن أحمد المتابع. المتابع هملولة على المركز الثاني، هملولة لهجن الرياسة. سعيد بن شطيط الوهيبي وصلت شديدة، وصلت شديدة لهجن الرياسة. حمد بن سعد الأحبابي المتابع. الله 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 الله، خط النهاية شديدة 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 شديدة، وهملولة وهملولة، وخط النهاية، خط النهاية مع شديدة شديدة. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنئة لحمد بن سعد الأحبابي. أشكرك، أشكرك يا أبو سعد. المركز الثالث مهل بهذا الشعار الكبير، شعار هجن الرياسة، عيسى بن سعيد الخيالي. هنا المتابع المنطلق. يلا يا أبو سعيد، يلا يا أبو سعيد، الأسماء قادمة، الأسماء قادمة. يا سلام، مهل 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 مهل. يلا هملول وصل يا الخيالي، هملول وصل على ثاني المراكز، هملول وثالث المراكز. شكلان شكلان وهملول ومهل. مهل عبر وانطلق وفاز بالناموس، فاز بالناموس. يلا يا حصابك يا الخيالي، الله يا حصابك يا الخيالي. هنا هنا انطلاقة مهل هجن الرئاسة. عيسى بن سعيد الخيالي يعلن الفوز. تهانينا والناموس لهذا الشعار الكبير، لهذا المضمر العملاق عيسى بن سعيد الخيالي على فوز مهل بهذا الشوط. تهانينا والناموس. المركزية الشاهينية على مقدمة الشوط، الأقرب للفوز ما زالت لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. تليها هناك من تتواجد جبارة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، ولكن الدخول، الدخول من الشاهينية لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان عيسى بن سعيد الخيلي، وأيضا الحبيب هناك لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان نايم بن علي الغيلاني من يتابع الحبيبة. وبعود مع الشاهينية، الشاهينية على الانطلاق، على المقدمة، على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير، الخطير على المقدمة، على الانطلاق الأول. وشوط الختام أقول اختمها يا الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي المركز الثاني.